الله مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. مقتل مدني بانفجار لوم أرضي في مزارع قرية مجدلية جنوبية إدلب، ليرتفع عدد ضحايا انفجار مخلفات الحرب في شمال غربي سوريا إلى 27 شخصا منذ مطلع العام الحالي وفق الدفاع المدني السوري. فريق منسقو استجابة سوريا يعلن ارتفاع الحرائق في المخيمات شمال غربي سوريا إلى 155 حريقاً منذ بداية العام الحالي 2022. الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن يقول إن العملية العسكرية التركية البرية شمال سوريا قد تبدأ في أي وقت اعتماداً على تقييم المراجع المعنية في تركيا. الأمم المتحدة تدعو جميع الأطراف الفاعلة في سوريا إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار القائم بينها وممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب أي تصعيد إقليمي إضافي. مقتل قياديين سابقين في فصائل المعارضة برصاص مجهولين في مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي وفق مراسل حلب اليوم. محافظة دمشق ترفع التعريفات الرسمية لركوب وسائل النقل العامة بنسبة 50% لتصبح 300 ليرة سورية للمسافات القصيرة و400 للمسافات الطويلة.